بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بحضراتكم في فيديو جديد قصير وإن شاء الله أتمنى يكون مفيد عن كيفية استخدام الـ QR كود أو الـ Quick Response اللي هو الاستجابة كود الاستجابة السريعة من داخل الباوربوينت أو الوورد أو الإكسل. هو عبارة عن إيه الـ QR كود؟ الـ QR كود ده عبارة عن صورة مكونة من مربعات وبيكسلز ونقاط صغيرة اسود وابيض، اوسع بيبقى الوان تانية زي ما هنشوف نقدر حسب البرنامج اللي احنا بنعمل بيه. هذه الصورة بتحتوي على معلومات. حد يقول لي يعني ايه بتحتوي على معلومات؟ هي الحكاية كأنها نوع من انواع التشفير، بنحول معلومات معينة. المعلومات دي يعني هنكون زي ايه؟ هنعرف حالا دلوقتي. فبنحولها صورة وبتتقرا او بتتفك ببرنامج معين باستخدام كاميرا الجوال، فبتديني هذه المعلومات. طب انا، طب وليه اللفة دي وليه الدوخة دي؟ لان احيانا بتكون في معلومات كبيرة شوية او موقع عنوانه كبير جدا فهقعد اكتب فيه، او ايميل نقل البيانات من على الشاشه اذا كنت داخل في محاضره لطلبه او لزملاء بندي ورشه عمل او كذا او كذا او كذا. ده كله ممكن يبقى فيه تضييع وقت او ممكن تتنقل غلط، فاحنا عايزين نضمن ان الموضوع يكون سهل وبسيط. وعشان كده قلنا هو اسمه ايه؟ كويك ريسبونس، استجابه سريعه. واضح ان هو من الوورد، برنامج الوورد اهو، دي الإضافة اللي هنضيفها، وآدي شكله بيكون بالشكل ده، وآدي برنامج الإكسل. إحنا النهاردة بقى يبقى الإكسل، شفنا الوورد والإكسل، يبقى إحنا النهاردة بنشوف دلوقتي الباوربوينت. طبعًا اللي هيتطبق على الباوربوينت هيتطبق على الاثنين التانيين، فإحنا هنطبق على الباوربوينت النهاردة اللي إحنا شغالين بيه دلوقتي. بنروح على انسرت أو إضافة أو إدراج، بنروح على القائمة اللي خاصة بأد إنز أو الإضافات اللي خاصة ممكن أضيفها على الحزمة المكتبية، بختار إن أنا أحصل عليها وأنزلها من المتجر، فبضغط عليها بالشكل ده كده، بيفتح لي الستور زي ما احنا شايفين الخاص بالإضافات اللي ممكن تضاف على الحزمة المكتبية أو الأوفيس. بكتب كيو آر فور أوفيس، طبعا كلمة هنا فور يعني هي بدل كلمة فور اف او آر يعني اللي خاصه بيه، لكن هي طبعا هم استبدلوا ثلاث حروف كده عشان النطق الساوند هي يعني. يبقى الكيو ار اللي هو الكويك ريسبونس او الاستجابه السريعه، مش هنلاقي لما نكتب ونعمل سيرش مش هنلاقي غير اللي هو واحد بس. بنضغط اد او اضافه، بيبتدي يديني نافذه جديده اللي هي بقى الاجريمنت او اللايسنس، ان انت موافق ان هو كذا وكذا وكذا الى اخره. بنضغط كونتينيو او استمرار، بعد كده بلاقي ان هو اتحمل داخل الشريط بتاع مين؟ بتاع الباوربوينت او الوورد او الاكسل، بيكون بالشكل ده كده. بضغط على الرمز بتاعه بيديني قائمه بالشكل ده، وهنعرف دلوقتي لما هنطبق هنعرف بنستخدمه ازاي، بيبقى بالشكل ده كده. ازاي بنستخدمه؟ هنعرف حالا دلوقتي. قبل ما نروح نستخدمه هنلاقي ان هو اللي بيحصل ايه؟ ان ممكن احول اي حاجه من دول للصوره اللي هو بتاعه الكيو كود او الكود ده، ان احول عنوان على الويب سايت، صفحات ويب سايت او ويب بيجز، طبعا بتكون بتنتهي بحرف البي او اس اذا كانت سكيور، حاجات مؤمنه يعني، او ايميل ميل تو، بحط هنا الايميل بالشكل المعروف بتاعه، او اس ام اس او تليفون، الاثنين بحط رقم تليفون، بس واحد فيهم هيحول لي لما هنشوف دلوقتي، بس لما نحط رقم التليفون هيقول لي دايل يعني اطلب الرقم ده، او لو هحط اس ام اس فبيختار بيقول لي الاس ام اس دي يفتح لي البرنامج بتاع الرسائل القصيره اللي هو الشورت مسجز ده، يفتحها لي عشان ابعت رساله للتليفون ده. ونيجي في القبل الاخيره بنلاقي كلمه جيو، جيو جيوغرافيكال يعني حاجات اللي هي خاصه بالجغرافيا والمواقع الجغرافيه دي. لو في عندي مثلا زي ما هنشوف دلوقتي مثلا في موقع معين انا عايز ابعت حد فيه، زي الموضوع اللي هو اللوكيشن بالظبط، كانه زي اللوكيشن، بس بدل ما ببعت له اللوكيشن في الواتس اللي هو المشاركه بتاعت اللوكيشن، لا ببعت له الكود ده، مجرد ان هو بيصوره بيتحول عنده بقى، يتفتح بالجوجل ماب زي ما هنشوف دلوقتي، او بيديله الدايركشنز لو هو هيوصل لوصفه معينه. طبعا اقدر احط حاجات تانية زي الكاستم دي مثلا، اقدر احط مثلا زي ما هنشوف دلوقتي لما هنطبق هنعرف التطبيقات المختلفه. يبقى اذا اقدر احول اي حاجه من الاشكال دي، مواقع انترنت او بريد الكتروني او تليفون، او تليفون عشان ابعت رسائل صوتيه، رسائل نصيه قصيره، او اتصل بتليفون، او موقع جغرافي، او وصفه معينه. هنشوف دلوقتي ادي الحاجات المختلفه اللي ممكن احولها للكيو ار كود او الكويك ريسبونس كود او رمز الاستجابه السريعه. بنشوف بالشكل ده كده، يعني على سبيل المثال الكود ده كده لو جينا حبينا نطبق مع بعض، طبعا هي دي صوره
كده. احنا عايزين نطبق بقى حقيقي، حقيقي يعني يعني نعمل ايه؟ انا هشغل الجوال بتاعي اهو، دي صورة. هنشوف دلوقتي لو انا شغلت الموبايل اهو بالشكل ده كده. طيب هنعمل ايه؟ انا عايز اقرا الكود ده اهو قدام حضراتكم، هنطبق ده على طول اهو بالشكل ده كده، وهبحث هنا هلاقي ايه؟ الكيو ار كود قارئ، فبيشغل لي الكاميرا. انا شغلت الكاميرا اللي هنا، ده الجوال حقيقة. بيديني اختيارين، اختيار ان اشغل الماب او اشوف الدايركشن. لو انا هشغل الماب وضغطت عليها بالشكل ده، ضغطت عليها بيخيرني هشغلها بانهي واحد بانهي تطبيق. انا هقول له شغلها لي بالماب بالشكل ده، اعطاني الخريطة. طيب لو جيت انا مش عايز الماب، لا ده انا عايز حاجة تانية، انا عايز ان هروح اشغل خريطة بالشكل ده كده الدايركشنز اهو، فهيديني جوجل ماب، بقول له اه شغلها لي من هنا، بقول له بيديني اوفر معين، انا هقول له عايز اروح الجامع الفلاني او المسجد الفلاني بالشكل ده، فبيقوم جاي عاطيني الموقع بالشكل ده، بيقول لي في قدامك 9 دقائق والمسافه قد كده، ونبتدي بقى لو انا عايز اروح هسوق المكان ده او هروح، ونبتدي نروح نتوجه لهذا المكان. يبقى احنا كده بنطبق عملي اهو، بنطبق عملي. طب نشوف الشريحة اللي بعد كده، كل ده خلاص احنا قلناه التطبيق ده. طب هنا دي بتاعت ايه؟ الصورة دي بتاعت ايه؟ طب ما نجرب كده نعمل ايه؟ هروح هنا اهو، انا هشغل الكود عشان يشغل لي الكاميرا اللي هو قارئ اللي اهو زي ما احنا شايفين. بيقول لي شير، يعني طبعا هنا بلاقي فيه اعلانات ماليش دعوة بيها، نشارك العنوان ده ولا افتح؟ انا اقول له افتح العنوان ده اهو، هيوديني فين؟ اه وداني على قناة خاصة باليوتيوب، القناة الخاصة بيا انا اهو، يبقى ده عنوان قناة اليوتيوب، يبقى اقدر احط عنوان هنا بالشكل ده كده. طيب في حاجة تانية، اه طب العنوان اللي وراه ده او الصفحة اللي وراه، نشوف مع بعض كده ممكن اروح بيها فين. الكود اشتغل مرة تانية، اه بصوا ايه اللي مكتوب فوق، اهلا وسهلا بحضراتكم وكل عام وحضراتكم بخير. يعني ممكن اكتب نص او حاجه زي كده ايا كان عدد السطور بقى، بحيث احوله بالشكل ده كده. يعني ممكن مثلا لو في مساله خلاص ابقى حاطط جنبها، لو في مساله رياضيه ابقى حاطط جنبها الباركود بتاع الحل، بحيث ان هو مجرد الطالب بعد ما يحاول فيها ما قدرش بيمسح الباركود ده بيطلع له الحل بتاعها او المعادله او الى اخره، او اذا كان صح ترو او اند فولز الى اخر هذه الامور. ادي شريحة تانية بالشكل كده. نروح نطبق الموقع الجغرافي او نطبق اي حاجة. احنا انا فاتح موقع فيه اعطيني الموقع الجغرافي بتاع مدينة عنيزة، بعمل كده كوبي اللي هو الرقم ده فقط بالشكل ده، اروح هنا واختار من هنا جيو، لان ده موقع جغرافي، هو حتى اعطيني الشكل بيبقى كده ازاي اللي هو رموز الطول والعرض بالمنظر ده كده. ايه بقى اللي حصل؟ هو هنا اعطيني لونين، الكالر والباك جراوند. الباك جراوند ابيض وفوق هنا اسود، طيب انا ممكن اختار لون تاني، اه اختار اللون اللي انا عايزه اهو بالشكل ده كده، يبقى اللون الغامق هيبقى ازرق، واللون اقدر اغير اللون اللي تحت منه، اه احطه رمادي او احط اي حاجه بالشكل ده كده. يبقى هنا بقدر اغير الالوان زي ما انا عايز اهو بالمنظر ده كده، فبنرجعه للديفولت بتاعه، الباك جراوند ابيض بالشكل ده كده، واقول له انسيرت. طب صغيره، هو في احجام؟ ايوه اقدر هنا اختار الاحجام دي، او بالسلايدر هنا اقدر كل ما اشد يمين المسطره دي بيديني حجم كبير بالشكل ده، وبيديني رمز الحجم، وبيديني هو الرمز ده عباره عن ايه؟ موقع جغرافي بالشكل ده كده. اقدر اكبره، اه بضغط كده واضغط شيفت، لازم اضغط شيفت، زرار شيفت عليه عشان الحاجه تفضل زي ما هي بنفس النسب بتاعتها طول العرض بالشكل ده كده. طيب بعد ما عملت كده اروح اعمل ايه؟ اروح اقوم جاي فاتح الجوال عندي بالشكل ده كده، افتح الموبايل واقوم جاي رايح مشغل قارئ الباركود اهو، او الكود اهو، انا قريت الكود زي ما احنا عارفين، واقول له وريني بقى الخريطه. رحت هنا ضغطت على الخريطه، بيقول له شغل لي الخرائط، ايوه شغل لي الخرائط من فضلك لو سمحت، اعطاني الموقع بتاع مدينه عنيزه. طب احنا دلوقتي جربنا الموقع، ممكن نجرب حاجة تانية؟ اه ممكن نجرب، يبقى نشيل ده اهو ونروح الرمز ده انا مش عايزه، ونروح على قناة اليوتيوب، اضغط هنا بس لازم اضغط عشان يبقى العنوان كله باين، انا مش محتاج من اول السلاش دي، لا انا محتاج من اول الدبليو دبليو، ده هو اللي انا محتاجه. ليه؟ هنعرف حالا دلوقتي. ناخد بالنا من حاجة في العنوان يا جماعة الخير، هنا
اتش تي تي بي اس فقط، بي فقط ولا بي اس؟ لا بي اس. ليه ده مهم؟ يعني انا دلوقتي خدت كل ده خلاص، عملت له كوبي او كنترول سي، ورحت للباوربوينت، ورحت هنا لازم اختار اعرف البرنامج اللي انا هاخد اهو ده، واروح هنا واقول له بيست اهو بالشكل ده كده اهو، ده العنوان اللي انا خدته، فاعطاني العنوان ده وكاتبه لي هنا اهو اهو، كاتبه لي، اقول له انسيرت. طب احنا عايزين نتاكد ان العنوان ده مظبوط بالشكل ده كده، لو هنقراه من الشاشه، فبنعمل ايه؟ بنفتح الموبايل، انا شغلته، اعطاني ايه؟ بيقول لي افتح، اقول له افتح يا سيدي العنوان ده اهو، طلعت لي القناه بتاعه اليوتيوب الخاصه بالشكل ده كده. يبقى انا كده اقدر. طيب في هنا بقى حاجه، لو انا عايز اخد الصوره دي واروح اوديها في حته تانية، اخدها كوبي واحطها كده بيست، لا ده هو ايه اللي اعمل هنا ايه؟ يا اما بحفظها كصوره واروح انا بقى واعملها انسيرت خلاص، او ان اخد كوبي واروح مثلا لو في صفحه جديده او في مكان جديد او في اي حاجه خلاص عايز الزقها، لازم اعمل لها بيست لاصق، اروح هنا بيست سبيشال يعني لاصق خاص، واختار مايكروسوفت اوبجكت جرافيك اوبجكت اللي هو الاختيار الاولاني الطويل ده اللي فيه مايكروسوفت، واقول له اوكي. ليه؟ عشان اضمن انها تتقرا صح. او ان اعمل كده ورايت كليك بالزرار اليمين واقول له سيف بالشكل ده كده، انا كده حفظتها. طب انا عايز احطها تاني واضمن انها شغاله، اديني ما حذفتها، واروح اقول له انسرت واقول له حط الصوره بالشكل ده كده. فين الصوره؟ اهي بالمنظر ده. طب عايز اتاكد ان الصوره دي صح مظبوطه، يعني هيفتح لي الكاميرا، هياخد الموقع اهو، عطاني اليوتيوب، بقول له افتح الموقع ده، تمام. يبقى اذا انا اقدر الصوره دي اقدر اتناولها او اتداولها، يا اما بحطها كوبي بيست، يعني كوبي وبيست، بس مش بيست عادي، لا خاص زي ما احنا شفنا من شويه، او ان اروح احطها سيف اس كبيكتشر واسميها كصوره يعني، واسميها التسميه المناسبه ليها عشان ابقى عارف الصوره دي بتاعت ايه، واقدر احطها بقى في اي مكان بعد كده. في حاجه تانيه، هنا بقى لو انا بحط رقم تليفون، عايز ايميل اهو، ده كله هيتمسح بالشكل ده وبيديني نموذج اهو، يقول لي ده ايميل اللي انت مختاره ده لازم يتكتب ايميل، او لو انا حطيت رقم تليفون اعطيني نموذج رقم التليفون، طب اعطيني اس ام اس اللي هي الرسائل القصيره، نفس الحكايه رقم تليفون بس هيفتح لي البرنامج بتاع الرسائل القصيره. نيجي لاخر حاجه بقى، طبعا دي حاجه جربناها في الخريطه، بنروح لاخر حاجه بقى اللي هي الكاستم، او الحاجه اللي هي انت براحتك بقى عايز تكتب ايه. عشان نجربها مع بعض كده اهو، هنكتب كده نقول مثلا ايه، مرحبا اهو بالشكل ده كده اهو، عمل لي امسح بس الكود ده الاول، احط الكود ده، هتلاحظوا هنا بيقول لي حجم الصوره كذا، والصوره دي عباره عن السطر ده او الكلام ده بالشكل ده كده، اكبر الصوره اهو. طيب عايزين نروح بقى نقراها ونتاكد ان الكلام ده مظبوط، اقوم جاي رايح فاتح الجوال بتاعي اهو بالشكل ده كده، نفتح الجوال ونجهز الكيو ار باركود اهو، مرحبا بحضراتكم وكل عام وحضراتكم بخير. طب نجرب يكون نص يكون طويل شويه، نجرب نص يكون طويل شويه، نسخ، ورحت للباوربوينت حذفت ده وحطيت الكتابه بتاعتي بالشكل ده كده اهو، ادي النص المكتوب هنا، قلت له انسرت، طبعا صوره كبيره. يبقى خدنا بالنا هنا ايه اللي حصل، نتيجة إن النص كبير جدا، بص الصورة بقت منقطة نقط صغيرة وحجمها نفسه بقى كبير. طب ما نروح كده نجرب نقراها، نشوف لما تتقرا كده هيبقى شكلها عامل إزاي. نجرب نفتح الموبايل بالشكل ده كده، ونروح لقارئ الباركود ونخليه يقرا لنا الشاشة كده أهو، أدي النص اتكتب عندي بالشكل ده كده. فلو أنا حاطط مسألة وعايز أحط الحل بتاعها، لو أنا مثلا في كلمات وأنا عايز أحط التعريف بتاعها الى اخره، يعني ايا كان نوع النص، طبعا اترك بقى الخيال لحضراتكم حسب استخدام وتخصص كل واحد من حضراتكم. ان كنت احسنت ووفقت فمن الله، وان كنت اخطات او نسيت شيئا فمن نفسي، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا،
وإلى أن نلتقي في فيديو إن شاء الله قادم بسيط لتبسيط العلوم والمهارات الخاصة. دي هتبقى سلسلة جديدة بقى في مهارات الباوربوينت ومجموعة الأوفيس. أترككم في رعاية الله وأمان، وأسألكم الدعاء بظهر الغيب، وكل عام وحضراتكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.